طبعا زيارة السيد خلوصي آكار لم تكن منفردة، كانت على رأس وفد كبير جدا من الجيش التركي. هي زيارة أتت بعد زيارات كثيرة لمسؤولين أتراك زاروا ليبيا، كان آخرها قائد القوات البحرية التركية قبل أيام، وأتت أيضا بعد ساعات قليلة من الزيارة الهامة الاستراتيجية التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على رأس وفد تركي كان بينها بين الوفد السيد خلوصي آكار إلى قطر. وبالتالي هنا تكمن أهمية الزيارة، أنها كانت لترسيخ النقاط الأخيرة أو وضع النقاط على الحروف للمقالة الأخيرة لمزيد من التعاون العسكري بين طرابلس وبين أنقرة. تمخض الكثير بطبيعة الحال عن هذه الزيارة، الكثير من الأمور لم تكن كزيارات المسؤولين الأتراك السابقين ساعة أو ساعتين، بل كانت لمدة يومين كاملين قضاهما خلوصي آكار في ليبيا. يومين، أي أن الزيارة بحثت مع المسؤولين الليبيين الكثير الكثير من الأمور العسكرية التي سنرى نتائجها خلال ساعات وأيام قليلة بالتعاون العسكري بين طرابلس وبين أنقرة. بدأت بعض الأخبار تخرج للعلن. ماذا تقصد هنا بالتحديد أستاذ حمزة؟ هل الحديث عن نشر منظومات دفاع جوي تركية في ليبيا أمر تؤكده لنا؟ هذا الأمر أصبح شبه مؤكد بطبيعة الحال. تركيا ستستخدم قاعدة الوطية العسكرية المحررة من ميليشيات خليفة حفتر، القوات الجوية التركية ستستخدم هذه القاعدة، إضافة لنقطة أخرى في ليبيا، القاعدة والقاعدة الأخرى ستستخدمان لتكونا نواة للتعاون والتدريب المشترك بين الجيشين التركي والليبي، بالصورة لنوضح للمشاهدين بالصورة المماثلة التي حصلت في الصومال. نستطيع أن نعود للصومال وكيف تركيا بنت الجيش الصومالي من خلال القاعدة العسكرية التركية الموجودة في مقديشو وكلية التدريب. نفس الصورة ستتكرر في ليبيا. بدأت تركيا فعلا بنشر منظومات دفاع جوي في ليبيا، وهذه المنظومات من صناعة تركية كاملة، إضافة لتعزيز القوة البحرية في أمام السواحل الليبية. زيارة خلوصي آكار لإحدى الفرقاطات العسكرية التركية أمام سواحل طرابلس ليست زيارة عادية، بل زيارة لتعزيز هذه القوة. والأهم من ذلك الخطوة الأخيرة التي قام بها وزير الدفاع التركي في ليبيا، زيارته منطقة أو مدينة مصراتة، وكلنا نعرف أن مصراتة أصبحت تقريبا في منطقة الشرق. لكن أستاذ حمزة، ما أهمية نشر